عشوائي مش عشوائي يعني اصل الكلام ده. لا خلينا نتكلم عن المنتخب الجزائري اتفاجئ بمستوى مصر النهارده في الضغط والانتشار وان انت عندك الجرأة هنا الانتشار. انا اول مره اتفق معاك بقى كابتن في الحته دي. لا يعني هو انا مع كابتن صلاح مدير فني وعارف الكلام ده يا فاروق. انا قال لك كلمه حلوه. انا اسف يا كابتن صلاح, هو قال لك كلمه حلوه. التحدي يبقى انت كده بتعرف تلاعب الفرق الكبيره زي منتخب الجزائر النهارده. ليه ما تقولش ان منتخب الجزائر كان ناقص, كان نازل الملعب وعنده ثقه كبيره كابتن انه يكسب منتخب مصر. الناس بتتكلم بصوره سيئه الفتره اللي فاتت ماتش تونس على منتخب لا هو كابتن منتخب في ماتش تونس يا كابتن ماشي. قول لي بس قول لي انت كنت فين الراجل تونس. الراجل النهارده عمل تغييرات واللعيبه دي هي اللي لعبت. اقول لك انا الراجل عمل تغييرات النهارده. هو النهارده عنده شاف احمد فتوح باك ليفت منتخب افضل منتخب افضل باك ليفت في افريقيا. لكن النهارده انت محتاج البديل اللي احنا كنا بنقول عليه. طب اشمعنى احمد فتوح؟ استنى بس استنى خلي كلامك موزون يا كابتن. طب انت الماتش اللي فات لان احنا نمشي معاك عشان يا كابتن يا بقى اسمع. لا اتكلم كوره صح. لا يا كابتن اتكلم كوره. اتكلم كوره صح. انت دلوقتي اسمع بس هقول لك. انت دلوقتي مش ريحت فتوح النهارده؟ ما ريحتش ليه محمد هاني؟ مش لعب الماتش اللي فات؟ مين مكان مع عمر كمال يا كابتن؟ انت بتلعب عمر كمال لما انت بتبقى مضطر. ما عندكش مضطر يا جدع, هو كورته اعلى منه. لكن انت عندك ده راجل بيجيب اجوان وهداف الدوري وفي الحته بتاعت البقراي. انما محمد هاني ماشي مش كلم كلام مظبوط. لكن انت رغم لا رغم النقص العددي لا شكلك كان حلو يعني عشان اللي قدامك فرقه قليله. الفرقه قليله في الموضوع ده بقى لي 4 سنين اللي انت شايفه. الفرقه قليله ايه ده كاس عالم. خلي بالك احنا جايبينك حكم بينا عشان تبقى انا شايف. انا قلت انا شايفك بس عملت بص له. انا قلت اسلامي طيب. بيقول لي 3 قلت له انا القاضي اللي في النص يعني واحد على يمين وواحد على شمال. طيب عايزك